الرئيس السيسي يوجه بإعداد كوادر من المفكرين الدينيين وصانع الرأي الديني المستنير. مدبولي يتابع الاستعدادات لعقد قمة المناخ ويؤكد أن هناك توجيهات رئاسية بإعلان شرم الشيخ مدينة خضراء. على خلفية أزمة أوكرانيا، الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس الأمن لحقوق الإنسان. التاسعة مساء في القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف المصرية من أجل صون ممتلكات الهيئة. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأوقاف والعدل. كما اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي وجه بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأي تعديات على أملاك الدولة. وفي اجتماع آخر مع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في كافة القطاعات الأساسية في الدولة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير العدل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في تعظيم متحصلات هيئة الأوقاف، فضلاً عن تدريب وتأهيل الأئمة. وقد عرض الدكتور مختار جمعة متحصلات هيئة الأوقاف خلال الفترة المنقضية من العام المالي الحالي، حيث حققت الهيئة صافي إيرادات وأرباح بإجمالي حوالي 1,429,000,000 جنيه. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة هيئة الأوقاف جهودها في تعظيم عوائد الوقف وحسن استثماره، فضلاً عن سرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية لصندوق الوقف الخيري وتعظيم عوائده. وفيما يخص الأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وجه السيد الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذها من أجل صون ممتلكات الهيئة. وبالنسبة لجهود إعداد جيل من الأئمة المفكرين، وجه السيد الرئيس بالإسراع في بلورة البرامج التدريبية المتقدمة وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغاً لإعدادهم على أعلى مستوى علمي وفكري ومهني، وذلك لتكوين جيل من المفكرين الدينيين وصانعي الرأي الديني الوسطي الرشيد والمستنير، مع إعداد برامج في اللغات الأجنبية لصقل الأئمة الوافدين للخارج. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الأوقاف عرض تجربة الوزارة فيما يخص صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام، حيث وجه السيد الرئيس بدعم هذه المشروعات لتعظيم عوائدها الاجتماعية في خدمة المجتمع وتحقيق مقاصدها الشرعية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل. الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية. وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار النماذج الجديدة المتطورة لطلبات ومعاملات الشهر العقاري، وكذلك التسهيلات المقررة في قانون رقم 9 لعام 2022 لتيسير إجراءات تسجيل الملكية في الشهر العقاري، والتي تتمثل أبرزها في عدم اشتراط وجود عقد مسجل وتقليل الإجراءات، وكذا تنفيذ الأحكام دون إعادة الإجراءات من جديد، إلى جانب وضع سقف زمني لمدة التسجيل، فضلاً عن إتاحة الحصول على بيانات الرفع المساحي للعقار من جهات متعددة.
وكذا إتاحة تقديم طلبات التسجيل إلكترونيا وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها، بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري، وذلك نظرا لأهميته ولتعامله اليومي الكثيف مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية. كما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، حيث وجه السيد الرئيس بتخصيص قطعة أرض في منطقة 6 أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي المنطقة. كما عرض السيد وزير العدل موقف حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة ومواجهتها بالإجراءات القانونية، وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأي تعديات على أملاك الدولة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات. الاجتماع تناول متابعة المشروعات الجارية والمستقبلية الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية. وقد استعرض اللواء وليد أبو المجد مجمل مشروعات جهاز الخدمة الوطنية خاصة في مجالات الصحة والإسكان والري والكهرباء، فضلا عن عرض التعاون المخطط مع وزارة التعليم العالي بالاستعانة بالخبرة الأمريكية العريقة في المجال الأكاديمي للبرمجيات وتطبيقات التكنولوجيا، إلى جانب سير العمل في استصلاح الأراضي بالمرحلة الثانية في مشروع تشكى بمنطقة جنوب الوادي، والتي تهدف إلى زيادة مساحات الأراضي الزراعية، وذلك في إطار دور الجهاز في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إجمالي المشروعات التي ينفذها الجهاز لصالح الدولة خلال العام الحالي بلغ 227 مشروعا بقيمة 100 مليار جنيه. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في كافة القطاعات الأساسية في الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية من خلال حسن استغلال الموارد على مستوى الجمهورية، إلى جانب تكوين مجتمعات زراعية وصناعية متنوعة، فضلا عن إتاحة فرص عمل جديدة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء، وتوجيهات بسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير فضلا عن سرعة تشغيل المشروعات السياحية المتعثرة بها لزيادة عدد الغرف الفندقية. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المستثمرين السياحيين، وذلك لمتابعة مشروعات التوسعات الفندقية بمدينة شرم الشيخ، وذلك استعدادا لعقد الدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ والمقرر انعقاده في المدينة في نوفمبر القادم. وقد أشار مدبولي إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية، وهو ما تعمل عليه الحكومة على تنفيذ الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة بشأن تسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل نجاح هذا المؤتمر العالمي. نظمت وزارة الداخلية عددا من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الإفريقية والكوادر الأمنية من دول الكومنولث بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة في مجالات أمنية متعددة، في مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وتأتي هذه الدورات في إطار حرص الوزارة على تقديم الدعم التدريبي الأمني للدول الشقيقة لتحقيق الاستقرار في بلدانهم. تمتلك مصر إمكانات تدريبية أمنية كبيرة بشرية ولوجستية يتم إتاحتها للكوادر الأمنية من مختلف الدول للاستفادة منها عبر تنظيم دورات تدريبية في مختلف مجالات العمل الأمني لهم. في هذا الإطار نظمت وزارة الداخلية ومن خلال مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة 5 دورات تدريبية ل191 كادرا أمنيا من الدول الأفريقية ودول الكومنولث
في مجالات مكافحة الإرهاب الدولي والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والكشف والتعامل مع المواد المتفجرة وتنمية مهارات القيادات الأمنية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. وزارة الداخلية هو شريك رئيسي لوزارة الخارجية في تقديم الدعم للدول الأفريقية. الحقيقة الفيدباك اللي بيجينا من خلال سفاراتنا في الدول الأفريقية يعني فعلا بتحمل كل التقدير على هذه البرامج التدريبية. Comme je le disais tantôt, l'objectif de ces stages était de renforcer nos capacités en leadership et au jour d'aujourd'hui nous estimons que nous avons assez bénéficié et nous engageons à répartir chez nous pour restituer le contenu de ces formations. الدورة كانت دورة متميزة حول القيادة الأمنية، تضمنت العديد من المحاضرات تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، إعداد الخطط الأمنية، المشاكل التي يواجهها القادة الأمنيون عموما. تلقى المتدربون برامج تدريبية وتعليمية مواكبة لأحدث المستجدات في مجالات العمل الأمني بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء، إضافة إلى التطبيق العملي بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكي الواقع المعاصر. وتأتي هذه الدورات اتساقاً مع أهداف واستراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز على تدعيم أواصر التعاون الأمني مع الدول الأفريقية ودول الكومنولث وتوحيد المفاهيم التدريبية بما يعزز الأمن والاستقرار في تلك البلدان من خلال تزويد تلك الكوادر بالمهارات الأمنية والقدرات الاحترافية على مواجهة كافة أشكال الجريمة. I'm grateful for the tour, the academy, on this academy, like, on this training place that is very good, and I'm also happy to be on this good shooting range. We pray that this relationship will continue to establish to help all African countries to learn and develop ourselves in our policing sector. وقد أعرب المتدربون عن تقديرهم الكبير لمصر وما تملكه من إمكانات تدريبية بشرية وإنشائية تستخدم لخدمة الأشقاء من مختلف البلدان، وهو دور ريادي لمصر تطلع به دوما بكل اقتدار. Nous remercions également l'agence égyptienne du partenariat pour le développement pour la facilitation. Mes profonds respects vont également à l'endroit de tous les cadres des ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères pour l'organisation pratique de ce stage. Познавательный, очень необходимый курс. За курс обучения мы прошли, действительно, переняли большой опыт работы по противодействию торговле людьми и нелегальной миграции. وتبقى مصر قبلة للكوادر الأمنية من مختلف الدول تنهل من خبراتها الأمنية التي تتسم بالاحترافية الكبيرة ليعودوا لبلدانهم مزودين بتلك الخبرات التي تنعكس على أدائهم الأمني لتحقيق الاستقرار في تلك البلدان. May God bless Egypt for their work they are doing and continue to do for other African countries. We appreciate their hospitality. We appreciate their kindness. We appreciate the training that they have given unto us. Wish our capacity was built. بركات التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وقد تمكنت وزارة الداخلية في هذا الإطار خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 149 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 200 طن مواد غذائية. أما في مجال حجب السلع الاستراتيجية فتم ضبط قرابة 141 طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط 36 طنا. أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 13 طن سلع غذائية، وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 11 طن من الأسمنت، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 374 قضية من بينها 129 قضية خبز ناقص للوزن و112 قضية غير مطابق للمواصفات، وبمضبوطات بلغت ما يقرب من 9.5 طن دقيق مهرب.
اعتمدت اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الترشيح المشترك لمصر والاتحاد الأوروبي لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لمدة عامين، حيث تتولى مصر الرئاسة من مارس 2023 إلى مارس 2025، بينما يتولى الاتحاد الأوروبي الرئاسة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2024. وأوضحت وزارة الخارجية أن مصر تعتزم خلال فترة الرئاسة المشتركة للمنتدى البناء على الخبرات المتميزة التي تتمتع بها في مجال مكافحة الإرهاب للدفع قدما بتنفيذ وثيقة الرؤية الاستراتيجية للمنتدى 2021-2031 وتعزيز فعالية المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب ودعم جهود الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فضلا عن تعزيز الاهتمام بالقارة الإفريقية وإيلاء الاهتمام اللازم باحتياجات الدول النامية. أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر لا تنظر إلى مشروع القرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان باعتباره متصلا بأزمة أوكرانيا أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطا بالتوجه نحو تأسيس أجهزة الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة. وخلال كلمته في الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إن الموقف المصري المبدئي والثابت يرفض هذا التوجه لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالتها وأجهزتها، وهو ما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف، مشيرا إلى أن مشروع القرار المطروح يعد إهدارا لآليات المنظمة والتي طالما كانت محل ثقة لأعضاء المجتمع الدولي، ومؤشرا ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة وآلياتها. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان والذي يتخذ من جنيف مقرا له. نال هذا التحرك الذي قضته الولايات المتحدة تأييد 93 دولة مقابل رفض 24 مع امتناع 58 دولة عن التصويت، ويأتي ذلك في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولنبرغ أن الناتو وحلفائه اتفقوا على توفير مزيد من الدعم والمساعدة العسكرية لأوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي أوضح ستولتنبرغ أن الحلفاء اتفقوا خلال اجتماع الناتو على توسيع نطاق أنظمة الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا، معتبرا أنه من الأفضل عدم تحديد نوع الأنظمة التي سيقوم الحلف بتزويد كييف بها. دعوني أقول إن الحلفاء يرون ويعتقدون أنه من الأفضل ألا نحدد في بعض الأحيان نوع الأنظمة التي سنقوم بتزويدها، ولكن اطمئنوا بأن الحلف سوف يقوم بتزويد مختلف أنواع الأسلحة، منها أسلحة سوفيتية وأخرى أسلحة أكثر عصرية. وطبعا هذا التمييز بين الدفاع والهجوم أو الأسلحة الهجومية والأسلحة الدفاعية هذا تمييز غريب، لأننا نحن في الواقع نزود هذه الأسلحة لدولة تقوم بالدفاع عن نفسها. من جهته دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دول الغرب إلى تقديم روسيا للعدالة، مؤكدا أن تصرفات موسكو ليست موجهة فقط ضد أوكرانيا ولكن أيضا ضد أوروبا. في كلمة ألقاها أمام البرلمان اليوناني جدد زيلينسكي دعوته لحظر النفط الروسي وإقصاء البنوك الروسية تماما من النظام المالي العالمي.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين أن الاتحاد الأوروبي يدرس المرسوم الرئاسي الروسي الذي يطالب بدفع ثمن الغاز والنفط بالروبل الروسي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلغاري كيرال بيكوف، أعلنت المسؤولة الأوروبية أنها اقترحت أن يفي الاتحاد الأوروبي بشروط عقود الطاقة مع روسيا على أن يدفع المدفوعات باليورو وليس بالروبل. هذا وقد أدان وزراء خارجية دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ما وصفوه بالفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا، وأضافوا أن المسؤولين عنها سيخضعون للمحاسبة. في بيان مشترك أعلنت دول مجموعة السبع عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا، من بينها فرض حظر على كل الاستثمارات الجديدة في القطاعات الرئيسية، وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف أن كييف قدمت مسودة اتفاق جديد لموسكو، وشدد على أن بلاده ستواصل المحادثات مع أوكرانيا بناء على مسودة اتفاق روسية. واتهم لافاروف واشنطن بتحريض الرئيس الأوكراني على مواصلة القتال، كما اتهم في الوقت نفسه كييف بالسعي إلى تقويض المفاوضات. إلى تطورات الأزمة اليمنية، حيث أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف مبارك الحجر في اختتام المشاورات اليمنية مؤكدا على أن المشاورات هدفت لبلورة خارطة طريق واضحة المعالم، وذلك لإعادة صياغة المشهد اليمني من جديد استنادا إلى حالة من التوافق والاصطفاف الوطني بين كافة المكونات اليمنية. وقال الحجر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء المشاورات، قال إن نجاح المشاورات اليمنية يمثل نقطة تحول مهمة في الطريق إلى السلام الشامل لنقل اليمن من حالة الحرب إلى أفق السلام والتنمية، وأشار إلى تشكيل هيئة تجمع مختلف المكونات للتشاور يساندها فريق قانوني واقتصادي يعزز الجهود ويهيئ الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات والتوصل لسلام دائم يحقق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن. تابعت مصر باهتمام بالغ التطور الخاص بإنشاء مجلس قيادة رئاسي بالجمهورية اليمنية لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية. وأكدت الخارجية في بيان أن مصر ترى في هذه الخطوة تطورا مهما ترحب به، معربة عن أملها في أن تمكن هذه الخطوة اليمن الشقيق من العبور إلى بر الأمان والاستقرار، وذلك من خلال التوصل إلى توافق يمني لعبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع. كان الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور قد أعلن تشكيل مجلس رئاسي يضم 8 قيادات عسكرية وسياسية برئاسة رشاد محمد العليمي ونقل إليه كافة الصلاحيات الرئاسية. ونص الإعلان الرئاسي على نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، فضلا عن إعفاء نائب الرئيس علي محسن الأحمر من منصبه ونقل صلاحياته أيضا إلى مجلس القيادة الرئاسي والذي يتألف من 8 أعضاء. من جانبه رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بإصدار الرئيس اليمني قرارا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي وبنقل صلاحياته له، وأكد أبو الغيط دعمه لمجلس القيادة الجديد كتجسيد للشرعية اليمنية، معربا عن أمله في أن يقود هذا المجلس البلاد نحو تحقيق السلام. كما رحب البرلمان العربي بقرار الرئيس اليمني مؤكدا دعمه التام لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، ومعربا عن تطلعه لأن تكون المرحلة القادمة بداية جديدة لليمن يتحقق فيها الأمن والاستقرار. أعلنت
مؤسسة حياة كريمة عن نجاح قوافل وصل الخير من حملة المليون كرتونة في توزيع 350 ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية. وأوضحت المؤسسة أن فرق الرصد الميداني والمتطوعين بها والبالغ عددهم 850 فرقة في كافة محافظات الجمهورية بإجمالي تتخطى 9000 متطوع، تواصل جهودها لتوزيع المواد الغذائية على الفئات الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية. شهدت قرية عثمان بن عفان بمدينة الفرفرة بمحافظة الوادي الجديد انطلاق أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمقر الوحدة الصحية بالقرية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان. تضم القافلة العديد من الأطباء الاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، وذلك لتوفير العلاج للمواطنين بالقرى النائية والمحافظات الحدودية. العربيات مجهزة، عربيات القوافل مجهزة لتأدية الخدمات الطبية للسادة المواطنين، ولو في مواطن وتم طبعا صرف العلاج، ولو في مواطن محتاج أي إجراء جراحي بيتم تحويله لأقرب مستشفى ويتم تأدية الخدمة للسادة المواطنين. وطبعا كل الخدمات اللي بتقدم والأدوية اللي بتصرف والعمليات اللي هي ضمن حياة كريمة دي كلها خدمات مجانية، المواطن ما بيتكلفش فيها حاجة خالص. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات والأماكن المغلقة. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي شددت على استمرار قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بارتداء الكمامة بشكل إلزامي على كل من يستقل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وكذلك الأماكن المغلقة أو أثناء التردد أو التواجد في الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها التباعد الاجتماعي، مع تطبيق الغرامات المكررة على غير الملتزمين. أعلنت وزارة الصحة عن استقبال 1,500,110 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق آلية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بمطار القاهرة الدولي. وتأتي هذه الشحنة ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حفاظا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة. أشارت الوزارة إلى أن الشحنة سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن مصر استطاعت في وقت قصير توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. أكد وزير الزراعة السيد القصير أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي تسهم في تسهيل التوريد وزيادة سعر أردب القمح، وأيضا إقرار حافز إضافي والدفع الفوري وتوسيع نقاط التجميع والاستلام والتوريد، وذلك لحث المزارعين على توريد القمح بحد أدنى 12 إردبا للفدان. وأشار الوزير خلال زيارته لمحافظة الدقهلية إلى أنه من المستهدف استلام 6 ملايين طن القمح من الفلاحين، مؤكدا أن كل من قام بصرف أسمدة مدعمة يجب عليه توريد المحصول حتى يستفيد من دعم الأسمدة في الموسم القادم. وأشار الوزير إلى أهمية التحول نحو الري الحديث، موضحا أنه يساهم في توفير أكثر من 50% من احتياجات الأسمدة. كل العالم بدأ يتجه إلى نظم الري الحديثة لأن له فوائد متعددة، أصبحت التحول إلى هذه النظم أصبح ضرورة، وبالتالي كلنا إحنا الدولة المصرية بنقدم مبادرة بتمويل مشروعات التحول إلى نظم الري الحديثة من خلال تمويل مصرفي على 10 سنين وبدون فايدة. كان في مؤتمر موسع النهاردة الصبح في الديوان العام مع السادة أعضاء الجمعيات فيما يتعلق بالقمح ومنظومة جمع القمح السنة دي، ويمكن الدولة المصرية السنة دي مهتمة بالغ الاهتمام بتوريد القمح والدعم اللي أصدرته القيادة السياسية وتوفيره للسادة أخواتنا الفلاحين على مستوى المحافظة، وبالتعاون مع مديرية التموين تم تجهيز كل الصوامع لاستقبال يعني أكثر أو يزيد عن 215 ألف طن قمح إن شاء الله، ويبقى عام يعني زراعي جميل على أهالينا في الدقهلية إن شاء الله.
شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور أندريا زكي في احتفالية لذوي الهمم بإحدى المدارس. من جانبها أعربت وزيرة التضامن عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الاحتفال والمجهود الكبير والذي بذل في دمج الأشخاص ذوي الهمم كجزء رئيسي من خطة عمل رئيسية للوزارة بناء على توجيهات ودعم القيادة السياسية. سعدت جدا وشعرت بالفخر ان الاسر موجوده بكل امالها بكل الالام اللي كانت بتشعرها قبل كده. النهارده فرحانه جدا باولادها لما بتشوف فيه اهتمام ودمج ليهم. دي رساله لكل مدرسه ورساله لكل مسؤول، دي مسؤوليتنا وده حقهم علينا وده واجبنا ناحيه القطاعات اللي بنشتغل فيها كل في مجاله، مش بس عشان وزاره التضامن فيها مراكز تاهيل ومكاتب تاهيل ومؤسسات وخدمات مختلفه، لكن كل مؤسسه عليها واجب تجاه ذوي الاعاقه وكل فرد مصري انه يستقبله وانه يدمجه في المجتمع. شفت تفاعل بين ذوي الهمم والمجتمع، وشفت قد ايه التعليم بيبني جسور بيساعد المجتمع على قبولهم ودمجهم وبيساعدهم هم انهم يكونوا قادرين على التفاعل مع المجتمع. النهارده شفت حاجه جميله، حاجه رائعه، في مصر في نسبه من ذوي الهمم، علينا ان احنا نشجعهم، دول طاقه ايجابيه، طاقه تبني البلد. وعشان كده انا النهارده سعيد بكل خريجات هذا القسم اللي قدموا نموذج للشخصيه المصريه القادره على مواجهه التحدي. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. هذه درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية.
بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة التاسعة، ولم يتبقى سوى أن نذكر حضراتكم بأهم العناوين. الرئيس السيسي يوجه بإعداد كوادر من المفكرين الدينيين وصانعي الرأي الديني المستنير. مدبولي يتابع الاستعدادات لعقد قمة المناخ ويؤكد أن هناك توجيهات رئاسية بإعلان شرم الشيخ مدينة خضراء. على خلفية أزمة أوكرانيا، الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان. انتهت مشاهدينا نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة مازال مستمرا مع الإعلامية شفقي المنير. بالفعل هواء التاسعة مازال مستمرا مشاهدينا الكرام مع الزميلة والإعلامية القديرة شفقي. مساء الخير يا شفقي، وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانتم طيبين مصطفى وإلهام، وببقى سعيدة مش دايما بنتقابل كتير. احنا اكتر سعادة، فرصة حلوة اني اشوف إلهام واشوفك يا مصطفى. واحنا فرصة كل سنة وانتم طيبين. اول مرة في رمضان، كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم. ورمضان كريم، الله اكرم عليكم جميعا، وشكر كبير لكل صناع نشرة التاسعة. وشكرا ليك، ونتركك لمشاهديك الكرام. اشكركم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. نبدا معكم برنامج التاسعة، تفضلوا.